ورق ابن نوفل حبر من الأحبار ولا أسقف نسطوري؟ ما هو كلمة حبر بتطلق على الأسقف زي كلمة نيافة الأسقف. هي يعني وصف تفضيلي. الحبر بتساوي كلمة نيافة. فهو كان أسقفا نسطوريا. أسقفا نسطوريا. نصرانيا. نسطوريا نصرانيا. نصرانيا وليس مسيحيا. وليس مسيحيا. يعني هل حضرتك في النهاية بنقدر نقول يعني بس ده الحقيقة حكم أنا ما أقدرش يعني وليس مسيحيا مسيحيتنا، لأنه هو أي هو الدستورية خارجة من رحم المسيحية وبيقول إن إحنا مسيحيين. فإذا عشان نميز بقى تمييز قانوني نقول شيعة خارجة عن المسيحية وليسوا مسيحيين مسيحيتنا.